اهلا بكم في هذا الفيديو. راح نستعرض اكشن احترافي جدا لتحويل الصوره الى شخطات بقلم الرصاص. طبعا مثل ما لاحظ شخطات احترافيه، وطبعا هذا الاكشن يتعامل مع الصور باحترافيه تامه بحيث يظهر لنا الصوره وكانها مرسومه بقلم الرصاص او الجاف. وطبعا هالشخطات هي ابداعيه جدا، تابعونا. طبعا هذا الاكشن راح يتم ارفاقه مع صندوق وصف هذا الفيديو، بامكانكم انه تحملوه بشكل مجاني. طبعا الاكشن راح تجدون بهذه الثلاث امور اللي هي البراش والباترن والاكشن، لابد انه ننصبهن بطريقه بسيطه. طبعا نضغط دبل كليك على البراش، وطبعا لابد ان الفوتوشوب مفتوح. دبل كليك على الباترن، وطبعا دبل كليك على الاكشن. طيب بعد ذلك راح نفتح الصوره اللي نريد نحولها الى رسم يدوي. نفتح طبقه جديده لهذه الصوره، وضروري هذه الصوره يكون اسمها براش، في ار يو اس اتش، ضروري جدا يكون بهذا الاسم، لان اذا مو بهذا الاسم ما راح تشتغل عندي الفلاتر. نحدد هذه الطبقه ونروح على اداه البراش، نختار اداه البراش، وطبعا يفضل انه لون احمر، لا بأس انه لون احمر. وطبعا نرسم، نحدد انه الرسمه تكون، نحدد الشخصيه اللي نريد تحولها الى رسم. طبعا يفضل انه الرسم يكون يعني دقيق قدر الامكان. طيب الان بعد ما تم رسم جميع المحتويات الخاصه بهذه الشخصيه، نحدد الطبقه اللي رسمناها، طبعا اللي لوناها. نجي الى قائمه اكشن من ويندو، طبعا نتاكد انه عندنا كلمه اكشن عليها علامه صح. طبعا بعد ما نفتح الاكشن من قائمه ويندو، راح نلاحظ انه هذا الاكشن اللي تم تنصيبه قبل قليل. نذهب الى كلمه بلاي، هذه كلمه بلاي، نضغط عليها كليك، وطبعا هنا نشغلها من خلال هذه العلامه، وننتظر الاكشن يعمل التاثيرات بشكل مباشر. طبعا مثل ما نلاحظ انه تم تحويل الصورة الى خربشات بقلم الرصاص بطريقة احترافية جدا، ومن خلال خطوات بسيطة جدا. نتمنى ان يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، وبامكانكم استخدام هذه التأثيرات لعمل صوركم الخاصة.